اليوم بهذا الفيديو رح فرجيكم الطريقة اللي بعدل فيها صوري، بس هالمرة الصور ما حتكون صوري، حتكون الصور تبعتكم. مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ عامر شوا معاكم، اهلا وسهلا فيكم بقناتي. الناس اللي اول مره بتشوف قناتي، انا بعمل فيديوهات عن حياتي وبعمل فلوجات وبنزل كمان فيديوهات مفيده، بنزل كتير شغلات، فخذوا لكم نظره بقناتي وشوفوا الفيديوهات اللي بنزلها، واذا عجبتكم لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. المهم اللي صار انه في كتير ناس متابعيني على الانستغرام كانوا دائما يطلبوا مني، يقولوا لي انت كيف بتعدل الصور تبعتك؟ شو الطريقه؟ شو البرنامج اللي بتستخدمه؟ فأنا اليوم رح فرجيكم كيف بعدل الصور تبعتي لحتى يطلعوا بهالطريقة وبهذا الثيم وبيطلعوا كلية الألوان متناسقة مع بعض. هلا اللي صار انا طلبت من متابعيني على الانستغرام انه بعثوا لي الصور تبعتكم، رح اعمل لها اديت بالطريقه تبعتي. هلا بصراحه وصلني كتير صور وعن جد كنت كتير مبسوط انه لهالدرجه الناس عاجبه الشغل اللي عم بشتغله وحابه اني اعمل لها تعديل للصور تبعتها. والله انتم رهيبين الصراحه، فديتكم والله. بس بدي ما حدا يزعل لانه مثل ما بتعرفوا انا قلت لكم اني رح اعدل بس خمس صور اخترتهم على اساس انه تكون الصور يعني مختلفه عن بعضها، بحيث انه تشوفوا كل صوره انا كيف عدلتها وليش عملت هذا التعديل وشو الطريقه اللي اشتغلتها، بحيث انكم تفيدوا قدر الامكان. طبعا البرامج اللي راح استعملها بالتعديل هي برامج الادوبي، اكيد بتعرفون برنامج اللايت روم وبرنامج الفوتوشوب. اللايت روم بشكل عام انا هو دائما البرنامج الاساسي اللي بعمل عليه تعديل الالوان وهالامور، بس الفوتوشوب بعمل عليه اللي هو اللاست تاتشز، راح تشوفوا كيف. فهلا بكفي حكي وخلينا نروح على اللايت روم ونبلش تعديل صوركم. ليتس جو. اول صوره اخترتها من دنيا بنياني، ان شاء الله اكون قلت الاسم صح، ما جبت العيد. خلينا نشوف شو كتبت لي. Hi Amir, I hope you are doing well. I'm an architecture student currently preparing for my final thesis. I have been following you lately on Instagram and I would like to let you know that your work and creativity inspire me a lot. You will find my raw pictures and attachment in this email. I hope that you will like them. شكرا كتير دنيا على الكلام الحلو، وانا كتير مبسوط انه شغلي انسباير يو، عن جد هالشيء كتير كبير بالنسبه لي، وانا كتير مبسوط انه رح اعمل تعديل للصور تبعتك. طبعا دنيا بعثت لي خمس صور بس انا رح اختار صوره واحده منهم ورح اعمل لها تعديل. خلينا نروح على اللايت روم. هاي الصورة عبارة عن سكاي لاين لمدينة شنغهاي بالصين. الصورة بصراحة عجبتني لأنه مبين فيها جمال عمارة المدينة. بالبداية زبطت الفيرتيكال تبع الصورة، بعدين زبطت الكروب، قصيت المناطق اللي ما بدي اياها تبين بالصورة، بعدها زدت الكونتراست، زدت البلاك، خففت الهايلايت، زدت الشادو، بعدين نزلت على الألوان، عملت دي ساتوريشن لأغلب الألوان الموجودة بالصورة، حاولت أركز قدر الإمكان بس على اللي هي درجات الأورانج واليالو والاحمر، هاي الدرجات، وحاولت اخلي اغلب الدرجات اللي هي تطلع قريبه من الاورنج بحيث انه يكون عندي بالصوره درجتين لون اللي هي الاورنج والجراي او الاورنج والبلاك. بعدين لعبت شوي باللايت، لعبت بالدارك، لعبت في هاي الامور بحيث اني اعطيها تطلع الصوره كونتراست اكثر واركز على مناطق اللي فيها ظل ودارك اكثر. بعدها ضفت ماسك بأعلى الصورة بحيث اني اعمل هاي المنطقة دارك وركز على المباني اكتر، فزودت فيها الشادو، زودت فيها المناطق الدارك، خففت فيها الهايلايت بحيث اني اخلي الغيوم تبين تفاصيلها اكتر، وضفت كمان ماسك تاني من تحت بحيث اني كمان اعملها دارك واخلي المباني كمان تظهر اكتر. كمان نفس المبدأ، زودت الدارك، زودت هاي الامور، الكلاريتي، الاكسبوجر خففته، هاي الامور، فصارت المباني تبين الرفليكشن تبعها اكثر. بعدها ضفت كمان ماسك دائري على المنطقه اللي هي بهذا المبنى اللي هي المدوره بحيث اني ركز على هاي الكره اللي بالمبنى لانه صارت كتير دارك من بعد ما ضفت الماسك. وضفت كمان ماسك تاني على منطقه المباني بحيث اخليهم يظهروا اكثر، فهيك الصوره صارت فاينل مثل ما كنتم شايفين. ضفت لها اوفرلاي لايت، ضفت بس نقاط لايت بحيث انه يبين تحت، تعطي الصوره حيويه اكثر، وضفت كمان نقاط لايت على المباني باللون احمر بحيث انه تظهر اللي هي نهايات المباني اكثر. وهلا هيك فيكم تشوفوا كيف كانت الصوره وكيف صارت. شكرا كثير دنيا على المشاركه، وخليكم مستمره بالتصوير، موفقه بمشروعك الاركتكتشر. هلا الصوره الثانيه من عبير عبد الله. بصراحه الصوره كثير عجبتني، هي صوره لها علاقه بالكايت سيرفينج، وانا مثل ما بتعرفوا كثير بحب الكايت سيرفينج، ف اختيار موفق. هاي الصوره لكايت سيرفر شايل الكايت تبعه وعم بمشي. هلا هاي الصوره اول ما اطلع عليها بحس انه لازم اركز اكثر شيء على الكايت واركز على الشخص اللي شايله، وحتى انه الصوره بتوحي لك انه الشخص فيه حركه، فلازم يكون بالصوره في شيء موشن بلور. فخلينا نشوف الايديت كيف حيكون.
بالبدايه خففت الاكسبوجر، بعدها رحت على الالوان كمان مدي ساتوريشن لاغلب الالوان، خليت بس اللي هو اللون الاحمر واللون الاورنج، الاورنج اللي انه لون الاورنج لون السكين تبعت الشخص. لعبت بالكيرف كمان بحيث انه تعطي كونتراست اكثر، خففت كمان الاكسبوجر مره ثانيه انه كانت اناره كثير قويه، بعدها فتحت درجه الحمار اكثر، فتحت درجه الاورنج بحيث هاي الالوان بدي اياها اكثر شيء تظهر، زودت الكلاريتي بحيث تطلع تفاصيل الصوره اكثر، بعدها ضفت ماسك من فوق الصوره ومن تحت بحيث اني اركز على الصوره وعلى الشخص الموجودين، وزدت كمان الكلاريتي بهذا الماسك بحيث انه تبين تفاصيل الرمل اكثر. لعبت بعدها بالوان الصوره اللي هي التمبرتشر والتينت بحيث انه اخلي الصوره جاي شوي على الزراء بحيث انه ما تطلع جراي 100%. عملت ماسك للمنطقه اللي هي كتف الشخص بحيث بدي اياها تبين ضاويه اكثر وتبين انه التركيز عليها. عملت كمان ماسك ثاني لحرف الشراع بحيث انه يبين ضاوي اكثر واركز عليه اكثر شيء لانه هو اقرب شيء علي بالصوره. زودت الكلاريتي تبعه، زودت الكونتراست، حسيت انه الخط الهوريزونتال مش ستريت 100%، فلفيت الصوره بحيث انه يطلع ستريت 100%. فهلا الصوره بنكون خلصنا منها على اللايت روم. بعدها حددت الشراع وعملت له دوبليكيتد لاير بس للشراع، وعملت له بعدين موشن بلور. بعدها مسحت اجزاء من الموشن بلور لاير بحيث انه تعطيك واقعيه اكثر وتحس انه الشراع عن جد فيه حركه وفيه اجزاء مبينه موشن بلور واجزاء ما فيها موشن بلور، وهيك بتكون الصوره خلصت. فراح تشوفوا الصوره كيف كانت وكيف صارت. فشكرا كتير عبير على المشاركة، وعن جد الصورة كتير حلوة وبتمنى يكون التعديل تبعي عجبك. خلينا هلا نروح على الصورة الثالثة، الصورة الثالثة من محمد خياط. محمد خياط بعت لي كتير صور فأنا اخترت واحدة من هالصور. هلا هاي الصورة أنا اخترتها لأنه كتير سيمبل، فحبيت أفرجيكم مثال إنه حتى لو كانت الصورة سيمبل أنت لما تعمل لها تعديل رح تطلع بطريقة كتير حلوة ورح تعطيك هذا المود اللي أنت بدك إياه. يعني. بس هلا أنا أول شيء أول ما أطلع على الصورة بشوف إنه الصورة الريزوليوشن تبعها مش كتير واضح أو فيها مثل بلور او هيك شيء، فاول شيء لازم اعمله اني لازم زود الكونتراست، لازم زود الكلاريتي، لازم بحيث اخلي الصوره تظهر اكثر. بعدها رحت على الالوان كمان عملت ديساتوريشن لاغلب الالوان، حاولت اركز اكثر شيء على اللي هي الالوان الورم اللي هي الاورنج والاحمر والاصفر وهالامور، فرح تشوفوا انه اغلب الالوان صار فيها ديساتوريشن بحيث انه اركز على الوان الورد. بعدها عملت اللي هي الماسك بحيث اني ركز على الورد، خليت كل شيء حوالين الماسك من برا يصير دارك، وخففت له كمان دي ساتوريشن، خففت له الكلاريتي بحيث انه تطلع الصورة عندي اللي هي اكتر شيء فيها كلاريتي. بعدها عملت كمان براش بحيث اني اخفف للمناطق اللي صارت حوالين الورد اللي ما حسنت اوصل لها، كمان خففت لها دي ساتوريشن. بعدها زودت الدارك على زوايا الصورة، بعدها ضفت ماسك تاني للفلور بحيث نزود الشاربنس، زود الكلاريتي، زود الاكسبوجر، الهايلايت بحيث اني اخلي الورد يظهر اكثر. بالنهايه ضفت ماسك على اليمين وعلى اليسار بحيث انه اخلي الجوانب تغمق اكثر واخفف كمان الالوان فيها. هلا هيك رح تشوفوا الصوره صارت فاينل. بعدها اخذت الصوره على الفوتوشوب وضفت لها فيلد بلور بحيث اني اعمل ديبث اوف فيلد للصوره، عملت الاماكن اللي هي حوالين الورد مغبشه وخليت الورد وضوح تبعها، وهيك بتكون الصوره خلصت. فرح تشوفوا الصوره كيف كانت وكيف صارت. شكرا كثير محمد على المشاركه. هلا الصوره الرابعه رح تكون من احمد. احمد طبعا بعث لي 3 صور، انا الصور الصراحه الثلاثه عجبوني وكنت كثير محتار انه اي صوره بدي اختار منهم، لانه الزلمه شكله فوتوغرافر، يعني انا حتى دخلت على حسابه الانستغرام، عن جد تصويره الصراحه رهيب. الصوره هي كثير حلوه بيرفكت، انه الشخص جاي بنص الصوره، كان واضح انه منطقه اثريه بمصر. هلا اول ما اطلع عليها بحس تفاصيل الاعمده هي لازم تبين اكثر، فلازم نزيد الكونتراست والكلاريتي وهالامور. بالبدايه زبطت الفيرتيكال تبع الصوره، عملت كروب للأجزاء اللي ما بدي اياها، بعدها زودت الكونتراست، الشادو، الهايلايت، البلاك، مثل ما شايفين التفاصيل بلشت تبين اكثر. لعبت بالكيرف، بعدها رحت على الالوان، عملت دي ساتوريشن لاغلب الالوان، ركزت تركت اللي هو اللون الاصفر والاورنج وهي درجات الورم، وحتى اللون الاصفر خليته يكون صاير على اورنج اكثر. كمان عملت له شوية ديت ساتوريشن بحيث انه ما يطلع كتير الوانه قوية.
بعدين ضفت ماسك على اليمين بحيث اني ابين التفاصيل القريبة عندي على العمود اقرب شيء على الصورة، وضفت ماسك تاني على اليسار بحيث اني خففت الكلاريتي. طبعا هاي التعديلات اللي عملتها على الصورة هي اوريدي اثرت على الشخص اللي بالصورة، فشان هيك اضطرتني اعمل ماسك للشخص. صار عندي رايحية اكتر اني اتحكم بالالوان اللي هي حوالين الشخص واتحكم بالوان الشخص نفسه، فرح تشوفوا الالوان المنطقة اللي حوالين الشخص اني غمقتها اكتر والشخص خليته هو يظهر اكتر، خليته تكون الوانه فاتحة اكتر. بعدها ضفت ماسك من تحت بحيث انه تكون الجزء تحت بالصورة كتير غامق، وضفت كمان ماسك تاني للشخص كمان بحيث اني اخلي المنطقة اللي حواليه تبين كمان دارك اكتر، كان بدي اياها تبين دارك اكتر. وضفت كمان بعدين ماسك تاني على اليمين بحيث اني ازيد الكلاريتي، وكمان ماسك تاني على اليسار بحيث اني ازيد اللي هو الاكسبوجر بحيث انه تعطي بعد اكتر للصورة. بعدين زودت قيمة اللومينانس بحيث انه تبين الصورة اصفى اكتر. لعبت بعدين بدرجة الاورنج، كمان خففت الساتوريشن شوي، كان بدي اياها تبين انه ما فيها كتير الوان. بعدها عدلت الكروب مرة تانية بحيث انه يطلع الشخص بنص الصورة تماما، فهلاك رح تشوفوا انه الصورة صارت بيرفكت، الوان حلوة. بعدها اخذت الصورة على الفوتوشوب، نفس الشيء كمان عملت لها فيلد بلور بحيث انه اعطي ديبث اوف فيلد للاماكن القريبة اخليها تكون واضحة، والاماكن البعيدة بديها تطلع شوي بلوري، وهالشيء كتير بيساعدني اني اركز على التفاصيل القريبة واخلي التفاصيل البعيدة ما كتير تبين. وهيك بتكون الصورة خلصت، فرح تشوفوا الصورة كيف كانت وكيف صارت. واخيرا وصلنا للصورة الخامسة والاخيرة، بس قبل ما ابلش بالصورة الخامسة بصراحة حاسس ريقي نشف من كتر ما حكيت، كأنه انا بحكي كتير صح؟ كأنه فبدي اروح اجيب شيء على السريع اشربه ونرجع منكمل. الصورة الأخيرة اللي وصلنا لها هي من يلينسيكا، أتوقع الاسم تركي، خليني أشوف جوجل كيف يلينجيليكان. ان شاء الله يكون جوجل اعطاني الاسم الصح. يلين كانت بعت لي مع الصور مسج: هاي اميري ويل فايند اتاتش ذا فوتوز ماي بوي فريند توكس اون اور لاست تريب تو بانكوك، هي از اولسو ان اركيتكت اند هاز دروبت اوفر ذا بيوتي اوف بوث تراديشنال اند مودرن ديزاينز ثرو ذا سيتي، اي وانت تو ميك ا فوتو البوم فور اور تريب ثرو هيز ايز فور اور انيفرساري، اي وود بي فيري هابي تو اد وان اوف يور اميزنج اديتس تو اور البوم، ثانك يو ان ادفانس اند تيك كير، ثانك يو سو ماتش يلين اند هابي انيفرساري. هاي الصورة مبينة انها لمعبد ببانكوك، فخلينا نشوف شو التعديل اللي رح اعمله عليها. بالبداية اكيد ضبطت الفيرتيكال بحيث تبين الخطوط العمودية فيرتيكال، بعدها زودت الكونتراست، زودت البلاك، خففت الهايلايت بحيث تبين تفاصيل السماء، زودت خففت الشادو، رحت على الالوان عملت دي ساتوريشن لاغلب الالوان، كمان نفس المبدا خليت اللي هي درجه الصفار والاورنج وهالامور خليت هي درجات الورم هي الوحيدة اللي خليتها ساتوريتد، درجة الصفار خليتها على أورنج أكتر، خففت كمان الستيوريشن تبعها بحيث أنه ما تكون صفارة كتير الأورنج كتير قوي، بعدها خففت الإكسبوجر مشان ما تبين الصورة كتير برايت، رحت بعدها على اللون الأصفر خليته يطلع أفتح أكتر بحيث أنه يبين أوضح أكتر، بعدها خففت الوايت، بعدها ضفت ماسك بأسفل الصورة كمان خليت الإكسبوجر فيه قليل بحيث أني أركز على تفاصيل المبنى نفسه، بعدها ضفت ماسك من الاعلى كمان خففت الاكسبوجر بحيث تبين تفاصيل السماء اكثر، وضفت كمان ماسك على اليمين كمان بدي بحيث يبين اللي هو سنتر المبنى، وكمان على اليسار نفس الشيء عملت، ضفت بعدها ماسك دائري بنص المبنى بحيث انه اخلي التركيز يصير على نص المبنى تماما وتكون المناطق اللي حواليه هي الغامقه. رجعت بعدين على الالوان، رجعت العب بالالوان اللي هي درجات الصفار درجات الاورنج بحيث انه تعطيني درجه الاورنج اللي بدي اياها، طبعا رح تلاحظوا كمان درجه الازرق انا ما عملت ستيريشن زيرو، خليت جزء من ستيريشن بحيث انه السما تعطيني شوي زراء. فهلا هيك بنكون خلصنا من اللايت روم. بعدها نفس الشيء كمان اخذت الصوره على الفوتوشوب وضفت فلتر فيلد بلور، ضفت مناطق مثلا اطراف الصوره ومناطق الاشخاص تحت مثلا يطلعوا بلور اكثر،
حبيت اني اركز على المبنى اكثر بحيث انه هو يطلع الكلير وكل شيء حواليه بلور اكثر. فهيك رح تشوفوا الصوره كيف كانت وكيف صارت. شكرا كثير يلين، اتوقع يلين ما بتحكي عربي. ثانك يو سو ماتش يلين، اي ريلي ابريشيت يور بيكتشرز اند اتس سو بيوتيفول. وصلنا شباب هلا لنهايه الفيديو، اتمنى انه يكون عجبكم الفيديو. طبعا شباب بدي اياكم تعرفوا شغله، انه هذا التعديل اللي انا عدلته مش هو احسن تعديل، يعني هذا التعديل انا حلو بالنسبه لي، انا هذا بشوفه حلو. اكيد في كثير طرق تعديل مختلفه وفي كثير ناس اذواقهم مختلفه، مو بجوز ما يعجبهم التعديل تبعي. فانا بفيديو اليوم كان هدفي الاساسي بس افرجيكم طريقه التعديل تبعتي. فاذا استفدتوا شيء من الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتراك. اهم شيء اللايك مشان الفيديو ينتشر اكثر، والسبسكرايب، يعني السبسكرايب مو منشان شيء، يعني مشان بس نكون مع بعض وتعرفوا كل فيديو عم بنزله، يعني مو منشان شيء، عرفتوا كيف يعني. وبشوفكم بالفيديو الجاي.